نحول. لاحظ الزبائن كم متر مربع من القماش بقي لديه؟ إذا كم متر مربع من القماش؟ هو بده السؤال بالمتر مربع، هاي موجودة بالمتر مربع، لكننا بدنا نحول السنتيمتر مربع لمتر مربع. إذا السؤال الرابع، تحويل السنتيمتر مربع إلى إيش؟ إلى متر مربع. بدي أحول من سنتيمتر مربع لمتر مربع بقسم على 10,000. من سنتيمتر مربع لمتر مربع بقسم على 10,000. إذا العدد اللي عندي مش هو 90,000، 90,000 تقسيم 10,000. صفر مع صفر بروح، صفر مع صفر بروح، صفر مع صفر بروح، صفر مع صفر بروح، اختصار 9 تقسيم 1 9، 9 متر مربع. إذا صفى عندي 9 متر مربع. هسا قص منهم 2.5، 9 ناقص 2.5، 9 ناقص 2.5. طبعا كيف بدك تطرح الأعداد العشرية؟ بترتب 9 مع 0.00، أي عدد صحيح حكينا بكون معه 0.00، أخذناها بطرح الأعداد العشرية، ناقص 2.5، هون عندي 0. طيب 0 ناقص 0 0، 0 ناقص 5 لا يجوز، بتروح على الأعداد الصحيحة نستلف منها. عندي 9 بتصير 8، وعندي هون بتصير 10. 10 ناقص 5 5، 8 ناقص 2 6. إذا صفى عندي 6.5 متر مربع، 6.5 متر مربع. إذا صفى عندي 6.5 متر مربع. آخر سؤال، لدى مزارع قطعة أرض مساحتها 3.5 كيلومتر مربع، زرع منها من مساحة متر مربع، زرع منها 1.2 مليون و500 ألف متر مربع، وقال أن ما بقي من أرضه دون زراعة 1.5 كيلومتر مربع، هل ما يقوله صحيح؟ طيب هون أعطانا بالكيلومتر مربع، واللي بقي حكالنا بالكيلومتر مربع، زرع منها بالمتر مربع. طيب شو رأيكم نحول المتر مربع لكيلومتر مربع ونطرح بعدين نشوف، إذا ضل 1.5 معناته حله صح. إذا هو عنده 3.5 كيلومتر مربع، إذا أرضه كلها 3.5 كيلومتر مربع، زرع منها 2.500.000، 2.500.000 نحول المتر مربع، نحول المتر مربع إلى إيش؟ إلى كيلومتر مربع. طيب كيف نحول المتر مربع إلى كيلومتر مربع؟ نقسم على مليون، نقسم على مليون، ها تقسيم مليون، شو العدد؟